الرحمن الرحيم للبيع شقة في منطقة يمرة، شقة داخل مجمع سكن متكامل، مجمع سفير. طبعا الدور الواحد فيها مصعدين. احنا الان عند الشقة رقم 33، هي معروضة للبيع. مساحتها 160 متر مربع، 3 غرف وصالة. هنا المدخل، انتم شايفين هذا مدخل الشقة، هذه البوابة الرئيسية. عندنا الانترفون بالكاميرا. طبعا على طول مقابلنا الصالون. طبعا البيع بدون الاثاث. هذا الصالون مساحتها كبيرة. طبعا البيع يكون بدون الأثاث. عمر البناية سنة ونص تقريبا، والشقة مستخدمة تقريبا 6 شهور. هذه الإطلالة من البلكونة الخلفية. طبعا الشقة لها واجهتين، واجهة أمامية على البحر، واجهة خلفية على الطبيعة. نشوف الآن باقي الغرف. على يميننا عندنا المطبخ، أيضا مساحتها كبيرة وشرحة، وإطلالة كاملة على الطبيعة. هنا إطلالة المطبخ، ما شاء الله تبارك الله. هذه البلكونة الخلفية مساحتها جيدة. طبعا هذه اطلالتها. اطلالة كاملة على الطبيعة. اطلالة جانبية على البحر. عندنا هنا الحمام الأول، أكرمكم الله. هذا البانيو الرئيسي. عندنا هذه الغرفة الأولى، وإطلالة كاملة على البحر من الواجهة الأمامية، وإطلالة على المدينة. هذه الغرفة الثانية، هذه غرفة النوم الرئيسية، لها بلكونة أمامية. نطلع نشوفها الآن مع بعض. مساحتها جيدة، إطلالة كاملة على الطبيعة، أيضا مطلة على البحر. طبعا داخل المجمع عندنا مسبح، جلسات عائلية لعب أطفال، يوجد سوبر ماركت أيضا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.